قناة المحراب تقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حلم كل رجل في هذه الحياة أن يمتلك بيتًا، وربما سموه بيت العمر، وكم يشقى طالبوه في هذه الحياة ليبنوه، بل وكم يخسرون من المال والجهد والفكر ليمتلكوه. نعمة البيوت من نعم الله الكبيرة التي امتن الله بها على عباده، فقال سبحانه مذكِّرًا لهم بهذه النعمة، مُستدعِيًا منهم شكرها والاعتراف بها: والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الدور والقصور ونحوها تقيكم من الحر والبرد، وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. أيها الإخوة في الله، هذا البيت الحلم لم يأتِ هكذا، بل أضنى صاحبه بناؤه، وبذل في بنائه وتحسينه الجهد والمال، وأطبق الناس على أن بناء البيوت من أشق الأعمال، حتى جعلوه مثلاً في العناء والتعب، فقال قائلهم: العمار قطعة من نار. وما أن يسكنه بانيه بعد هذا العناء والتعب إلا ويطرأ عليه طارئ التبديل والتغيير يقول: ليتني فتحت بابًا هنا، وليتني نقلت هذا الجدار إلى هنا، وغير ذلك كثير. كل هذا العناء في تحصيل هذه البيوت وهي معرضة للبلا والزوال والحرق والهدم والتشقق والتصدع. وإن سلمت هذه البيوت من ذلك كله، فلن يسلم أصحابها من الموت والبلاء. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم حملت هذه البيوت أصحابها من الهموم والغموم والأرق والقلق، وكم سكب بعضهم ماء وجهه طالبًا لقرض، أو حمل نفسه حمالة الدين وهمه وذله. ومع ذلك كله من الناس من يولد ويموت ولم يمتلك بيتًا، مع أنه عاش في هذه الدنيا عشرات السنين. أيها الإخوة، لنقف هنا ولننظر هناك، نقف هنا وننظر هناك إلى دار غير الدار الدنيا، إلى الدار الآخرة. هناك بيوت أحسن الله وصفها وأثنى على مواد تشييدها. تخيلوا بيتًا بني بلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الإذفر، أي طينها الذي يكون بين اللبنتين، أو ترابها الذي يخالطه الماء، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم لا يبأس أبداً، ويخلد فيها لا يموت، لا تبلى ثيابهم
ولا يفنى شبابهم، رواه الترمذي وأحمد. يا الله، هل يستطيع الفكر البشري أن يتصورها على الحقيقة؟ لا أظن ذلك، فالتصور غالباً ينتج عن مخزون المشاهدات، ثم كيف نتخيلها ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، رواه البخاري ومسلم. ومع هذا المقام الرفيع والتخيل المستحيل، يسر الله تعالى سبل تحصيل بيوتها، فلا قرض ولا دين ولا هم ولا غم، فقد أتاحها الله لجميع عباده امتلاكها، وأبان لهم طرق الحصول عليها، وسهلها حتى جعل الوصول إليها أحياناً بعمل يسير في جهده ووقته. ولذلك المؤمن تسمو نفسه وتشتاق روحه ليبني له بيتاً، بل بيوتاً وقصراً بل قصوراً في الجنة. أيها الإخوة، يا من عجزتم عن الحصول على بيت في الدنيا، يا من تحملتم الديون والهموم لتحصلوا على بيت يستركم ويقيكم الحر والبرد، هاكم هذه الأعمال الصالحة الميسورة، وقد وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عاملها ببيت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حري بنا القيام بها، وهي يسيرة على من وفقه الله تعالى. من ذلك بناء المساجد أو المساهمة في بنائها، فعن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، أي المسجد النبوي، فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله، رواه مسلم. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد والمساهمة بها مهما كانت المساهمة قليلة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن حبان. ومن الأعمال التي تكون سببا في بناء البيوت في الجنة ترك المراء وترك الكذب وحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. لقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان الحق معه، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فطوبى لمن حسن خلقه. ومن ذلك يا عباد الله صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، رواه الترمذي. ومن أسباب بناء البيوت في الجنة
صلاة الضحى أربعًا، وقبل الظهر أربعًا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا، يعني قبل صلاة الظهر، بني له بها بيت في الجنة. رواه الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ومن الأسباب أيضًا يا عباد الله دعاء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتًا في الجنة. رواه الترمذي. ومن أسباب بناء البيوت في الجنة الصبر على موت الولد. فعن أبي سنان رحمه الله قال: دفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخولاني رضي الله عنه جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك عن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله سد الفرجة في الصف، سد الفرجة في الصف في الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. صححه الألباني. هذه أيها الكرام أعمال يسيرة وجزاؤها بيوت في الجنة، يا غبن ويا خسارة من فرط فيها على يسرها وسهولتها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّد ببرهانِه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، السكن والطُّمأنينة في البيوت نعمةٌ لا يُقدِّرها حقَّ قدرها إلا المُشرَّدون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا طُمأنينة، ولا يعرف أهميتها حق المعرفة إلا أولئك المداهمون في دورهم في أي لحظة بطلب الإيجار أو المعرضة بيوتهم لنيران أعدائهم وقصفهم. وكم في هذا العالم من خائف وشريد وطريد. نعم أيها الإخوة، إن التذكير بالسكن يمس المشاعر فيستجيشها، وهنا فالناس منقسمون تجاه ما يتداول عن أزمة السكن، ما بين متهكم وساخر وما بين مبرر ومدافع. وأود القول أيها الفضلاء، أولاً أن المطالبة بالسكن حق مشروع لكل فرد، ويجب على الدولة السعي لتوفير ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ثانياً، على كل مسؤول ولي أمر الإسكان أن يسعى جاهدًا في خدمة الناس وتذليل العقبات وتقديم أفضل ما يمكنه تقديمه، وأن يبتعد عن الاستخفاف والتندر، وعن الحديث القاصر أو المتشنج أو المثير لحنق الناس وغضبهم.
وليعلم أنه ما جاء إلا لخدمة الناس والقيام على مصالحهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. ثالثا، على تجار العقار وأصحاب الأراضي المحتكرة أن يتقوا الله في عباد الله، وأن يتركوا الهلع والجشع. فكم من أناس ملكوا آلاف الأمتار، دخلوا قبورهم وما حملوا معهم شيئا منها أبدا، يحاسبون عليها حسابا شديدا. رابعا، يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على أولئك المحتكرون، ويجب عليها أن تستفيد أيضا من تجارب الدول الناجحة في حل مشكلة السكن، والتي أراضيها أقل من أراضينا وسكانها أكثر من سكان بلادنا. خامسا، لا يعني السكن الحصول على قروض طائلة وبمدد طويلة يشقى الإنسان بها وهو يسددها للبنوك التجارية التي لا تألو جهدا في ضم أكبر عدد من المستفيدين، في حين أن هذه البنوك سلبية في تطوير وخدمة مجتمعاتنا التي تعيش على خيراتها صباحا ومساء. سادسا، يجب أن يكون للمرء نظرة معتدلة، فالبيت هو ما يحميك من الحر والبرد، ويستر عوراتك، ويحفظك من الدواب والهوام. ومن هنا فإن المبالغة في مساحات البيوت خاصة ممن لا يملك مالا هو من الطيش والجهل ومن التقليد الذي أهلك الناس. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، وانظر إلى من هو دونك، واشكر الله على ما أنعم عليك، وأنك أحسن حالا من غيرك. احذر الكماليات وما ليس لك به حاجة، فإنه يخسرك مالا ويكلفك دينا ويرهنك سنين عددا. يجب على من لا يستطيع الحصول على دار بمفرده أن يشارك غيره، ولو أن كل إخوة ثلاثة أو أربعة أو أكثر بنوا لهم دارا واحدة أدوارا متعددة، لكل منهم شقة، لخفت التكلفة ولما احتاجوا إلى أراض كثيرة وإلى مبالغ طائلة. سابعا، تغص المحاكم بكثرة مشاكل أولئك الذين اقترضوا مالا ليبنوا بيوتا لهم فما استطاعوا سدادها، وآل بهم الحال إلى السجون أسارى ينتظرون من يسدد عنهم دينهم. بل إن بعض التجار الأخيار ممن كان يقرض الناس بلا فائدة وبأقساط ميسورة توقف عن ذلك بسبب مماطلة المستدينين وعدم وفائهم، فحرموا غيرهم من الاستفادة من تلك البرامج. ثامنا، ليكن لنا معتبر يا عباد الله في بيوت حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وبيوت صحابته الكرام، وبيوت آبائنا وأجدادنا، فقد عاشوا في ضيق من العيش، وما منعهم هذا من الاستمتاع بالحياة ومن الإنتاج ومن العمل، بل إن بعضا منهم أوقف ماله كله لله وما ترك لنفسه شيئا. وما قصة أبي الدحداح رضي الله عنه عنكم ببعيد. أخيرا أيها الأحبة، فإن مما يسلي الفؤاد ويخفف من ألمه في هذا الباب قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه البخاري. وقد قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن أزواجه وآل بيته وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنَّ بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي الشام والعراق وفي بورما واليمن وفي كل بلاد العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم تولى أمرهم وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والرافضة ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.